السلام عليكم والله شباب، معكم اسماعيل. اليوم راح نكون فيديو جديد، حلقة جديدة. طبعا من فترة شباب ما نزلت سكاي وولف، انا قررت اني انزلها اليوم. وعجبني شدي تسوي الاشتراك وبرضو تضغط لايك واكتب لي في كنت تبغى فيديوهات اكثر من سكاي. وبدون ما اطول عليكم خلونا دخلنا اول جيم. اوكي هذا الماب اللي دخلنا ليه. اوكي هذا ماب تي ان تي، حلو. يلا مو صعب، بس شكلي بنجلد. يا اجلدهم يا انجلد. اوكي ايش عندنا هنا؟ انا شايد اقرا في سكاي وول ان في ابعاد الاشخاص، في احد الاشخاص شيك مدور عن كده، شيك مدور عن بقوة كده يعني، ويفقع وجهك على طول. انت باقي ما تبغى ما اخذت دور، ما يخليك يعني ما يخليك تلوث. هذا الشيء ذاك لان سكاي وول، بس يعني قد اقدر اهزي هذا في هذا الحيوان يموت. انت لا كلهم يهجمون عليك. اخي اعطونا ماب زي الناس، ماب كبير ما يقدر يطيحك فيه زي هذا. ان شاء الله ما تفشل. بس هذا ماب اسمه التري يعني الاشجار طبيعة يعني هنا تكلمونها. نايس اوكي. انا كنا بتقف كسر الصندوق، شكل ما حدا حجيك. بعدين نستمتع بالمواد. عندنا شوف يو يا الحظ، بس ما ولا واحد يطيحنا. يعني طيحنا تعرفون يو اوت بس شكل يطيح ولا لا يطيح. يقلع الشكل ما ينصاب. اي يعني انت بنت يعني الشباب صاروا يشوفوني. كمان كمان عشان اهزم بنت. كمان اي بابا هذا اسمك الذكاء احنا عندنا زي ما انا ذكي. فانتم تلاقي ذكي عندكم ذكي اذكياء. اول ذكي تستمتع بس لايك شباب. اوكي اهم شيء انك تشترك عشان توصل بكل جديد. عشان توصل بكل جديد يعني كل ما ننزل فيديو، لما تفعل الجرس كل ما ننزل فيديو يجيك اشعار جديد اني يعني نزلت فيديو. وطبعا تنزيل يومي، صح اني سحبت كم يوم بس ودخلوني هنا. الله يلعن الغضب يا اخي. والله يعني شوف انك تكون مشتغل مع واحد تتقاتل معاه، يجيك الثاني يطيرك بعيد. سالفة اصلا كيف طيرنا بعيد؟ شنو سيف كنوك باك يعني؟ فوز باليوم ما هو صعب. ترى كنت محتاج في شوية يطيحونك. زين انه في اول شيء هنا عندي زي ذاك
والله كيف هيين عندي فتاة قولها كده وخلاص خلاص تشيك راح يقدر اي احد قد شفت لي عشان صاحبها شباب اللي يلعبون حظ البيض في حلقة اذا كسرت بيضة شخص وبغي يتشين معاك شوف اقوى منك وبغي يتشين معاك لا تاتي ابيض ابدا راح يغضيك يعني راح يغضيك لانك كسرت بيضة وزائد كذلك نفس الشيء في سكاي وور حتى لو يعني ما سويت له اي شيء بغي يتشين معاك لا تاتي ابيض ابدا او باختصار لا تاتي ابيض اي احد شباب انا راح يغضيك راح يغضيك لأنه ما تجي مع أشخاص دائماً يرضوني وأكثر هذول الأشخاص اللي يطلعون فوق كمان انزل وجهني كرجل ما يقدر جوان أوكي بينزل عندي مدرعم فنش إحنا شو نسوي ننزل هنا ينزل علي مدرعم بقوة تعال شوف نزل بيطلع مرة ثانية السيف شاطر السيف شاطر تعالوا في الخلطة بابا بلا شكل مستخدم ما يتحول لا موت موت اش تلقوه اش تلقوه يا اخي وين جاب السيف اصلا هلال موضوع صعب ما تكونش تلعب زي دي الألعاب كاي والا ويك والا ودي الأشياء انسى حرفيا انسى باختصار انسى انك تفوز من الشيء مرة صعب بتكون مرة مختلف زي ما تعرفون للأسف أنا النوب بس هو ميت عشان يطيحني فما اعتبره ميت يا اخي والله شيء كريه اكره دول اللي يطيحونك يا اخي والله كريهين هذا الموب عشان تكون يكون في اشعار عادل لازم تروح النص لازم يصير اشعار في النص اللي كنت تبغى اشعار عادل ما يطيحك قوي انه ده شيء عندي حسبني اني قام اني مو داري ده الشيء تعال وخايف تعال شو خايف كان الطيب لك يلا تعال شو مطيب وات يا غدرة يا زي دي الأشياء تخليك ما تنرفز أنا ما أبغى نرفز يا كمان بس فيدي بس ما ننفوز ما يمدينا حتى ما ننفوز يعني أوكي شباب تدون شنو الخطة عشان نفوز الخطة هي انك تروح النص تجمع لك موارد مرة قوية وتدعم عليهم هذه هي الخطة وبرضه تقاتل معاهم في النص انا تعرفون انهم غدارين يطيحونك ويستغلون اي فرصة عشان يطيحونك يعني يشوفونك مرة قوي ما يقدرون عليك عاد ها هي يحاولون باي طريقة انهم يطيحونك وبرضه اللي شفتهم يحاولون يهربون وشفتهم يهربون لي بخيفة لا تجمعهم ابدا لانهم راح يطيحونك شوف الأسهم
ممكن نتعدم نطيح ويا أصلك هذا يحرق كيف يا شاجي يلا تشست بلويد دايم اللي فيه خير قبل كايل يلا تعال يلا اللي فيه خير قبل أولا شباب إليكم الخطة أولا لما يجي عندنا نضربه بالسيف في الحجر اللي يحرق ونكمل عليه بي هاي نكمل عليه بالسيف الأيرون شنو شباب؟ ينرفزني والله زي دول الأشخاص اللي يهربون ينرفزون يا أخي أنا والله أوكي آخر واحد أنت آخر واحد ولا شو دوي؟ إيش تسوي لها؟ شفته يقلع شكله شفت البودا ايش راح اسوي له في اندر بيرل هنا بس مشكلة ما ابغى اروح له عشان ما راح يكون عادل راح يطيحني زي ما شفت المسافة معاه كان محترم يقدر يطيحني بسهولة ما ابغى اروح له راح نسوي تدرون ايش عادي فيها شوية مخاطرة بس راح نحاول نحاول يا كلب يا كلب يطيحنا بالبو اوكي ما نقدر نروح لكي دفاع اه داري 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 حركاتكم تحسب اني ما ادري جايني جايني فوق تعال هنا تعال من النص نتكاشف من النص تعال من النص يا حبيب شوف شوف ما 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 يبغى ما يبغى ايش شباب ابغى افوز عشان الفيديو يفوز تكفى تكفى يا اخي تعال ايش فيك انت تعال بس يلا تعال اقول لك تعال اقول لك تعال يا اخي ما تبغى تجي ها دقيقة هون ادري انه بيطلع من هنا ادري من هنا شوف موية يا بالله ايش تسوي الموية دحين طيب اسمك يدهب تخيل يطلع واحد تشالش من العدم ويطيحني لا لا شوفوا بس في اثنين في بس اثنين بلاير انا بدل بس واحد ايش هذا اصلا لا تجدوا شفت عشان ما يدري انني اصلا يا داري 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 داي شباب والله اني داي يا اخي اكره 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 شيء هو انهم لما يطيحونك شفتوا شباب اي اللي طلعني من اللعبة اي دخلني شباب قلت لكم كريهين كريهين والله يطيحونك يا اخي شفتوا حاول انه بس يطيحني ما حاول انك تكاتل معي بعدي هذا اكثر شيء يقهر فين والله يبغى المشكلة لما أحاول أطيحهم اسمه لما أحاول أطيحهم ما يطيحون ما خبط خبط ما يطيحون ما يعني يقول لاسكين في الأرض ما تقدر حتى تطيحهم يعني تقول هو أكثر من دبرة ما يطيحون لا بعد ما يطيحون نهائيا بس أنا ما شاء الله يعني ضربتين خلاص طحت
والله كريم 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 والله كريم كريم والله كريم. اشتبخن عشان شو تطيحني بشي. شوفن داري اتحاول داري كل مقاربكم. يا كلب والله انك كلب والله. عشان كده ما لازم تبني بسرعة احيانا يعني مو كل مرة احيانا. بتن في يمين. لا مو في يمين. اوكي الله حسيت في يمين. هذا طيح لا تطيح. حاسس اني في واحد والله اني داري يا اخي. قلع كيف انقلع عني يا اخي. راح خليني اكشف شنو السالفة تسوي كده كده سوي له خليه لين يجي عندك على واحد. شوف من وين نازل نشب. داك مستهدف عرف مستقعد لي انت. ايش دخل يب يا حلو والله هنا. خلي عنوان هذا الفيديو الغضبات الكريهة. هاتلك يا شو من متى يا هاي؟ اوكي شباب خلاص ما اقدر اتحمل شباب اكثر من كذا. لازم افوز.
لازم 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 يعني بس يكون الحين عادي يا اخوان، لازم مو طيحة للحين ما قتلت ولا واحد في هذا الجيم، تخيل ولا واحد قتلت في هذا الجيم، يعني لما العب وحدي افوز واقتل وكذا اشياء، بس لما اصور شو السالفة المهارة شو يا اخي كلها غريب، وانا اقول ليش قاعد اخسر ما يخلونا تضرب، طب حقهم ما هو غريب جاي لي يا اخي انقله يا اخي ما خفتك يا كلب يا كلب، شوف شوف ما بدو اضربه ما بدو اضربه، شو السالفه يا اخي حتى شو السالفه ما بدو اضربه حتى حرفيا، الحين ما تقوم تلقى كل الكل يكسلك يمكن من ليفلي عادي وفي اشخاص يعني مركبين برامج تخليهم لا اتوقع اني ما اقدر اقتلهم، كتجيني هنا كيف ضربني من ورا؟ شباب دقيقة دقيقة، هذا واضح انها كيف ضربني من ورا؟ ابغى افتهم، او كيف دفني بدي القوة؟ واضح هاك واضحة واضحة وضوح الشمس، الاشخاص المركبين هاك شفت النشبة كان يعني يجوزوا قريبا من بعض حتى يستخدم شيء واحد ما يبغى يستخدم بس انتم تستحقون اوكي يا ويلي يا ويلي يقو طاقتين وفي واحد ضعيف انا من مو ضعيف مستقعدني عنده فوق داري داري يدو داري داري انهم يطيحوني ما حخلوك يا اخي انقلع والله يا شباب اكثر شيء كريه عندك فيه هو البوب والله اكثر شيء كريه وبط تطيح لما يطيحون هذه اكثر اشياء كريه لما انك لما تكون هنا شوف شوف ينتظرني اجي عنده عشان يطيحني بالبوب يا غدارين شوف لازم البوب حتى يا غدارين يا غدارين ما ينفعك شوف اقدم شفتوا
شفت الشباب، شفت ال حيوانات. اخي تعال واجهني خمسة. لو حاولت تواجه ما حتقدر. يا اخي انزل انزل هنا، من داير حطيحني، داير حطيحني وانا حقدر اكسده. فانزل، شوف راح راح ويبغى يطيحني، عشان تتأكدون انه يبغى يطيحني. شوف تقدم هنا، شوف يباوع لي عشان يطيحني. يا كريه والله انك كريه، حتى محترف في البو يعني. حتى لو يعني حتى لو رحت اقول يعني راح يفلس الضربة، ما راح يفلسها ابدا، راح يطيحني في كل الاحوال. يا اخي قلع والله، لو كان عندي بولة، لو كان عندي بولة، كان عندي بولة شكك شك. شوف يعني حتى يحاول انه يسوي نفسه ما يدري كده، عشان الله عنده. اول ما يلف طيحني على طول بالبول. حيوانات والله انكم حيوانات، ما اقصدكم، اقصد دول الاشخاص اللي يحاولون يطيحون. تعال تعال، حياك الله، حياك الله حبيبي، تعال تعال. شوف ما يبغى ينزل، ما يبغى ينزل، انا عارف انه حقتله. انزل يا اخي، ابغى تعال عادل، ما ابغى انك. شوف شوف شفتو دار يا نظام، ايه عندي فكرة احسن سوي لها. حيوان حيوان، تعال يلا تعال. طيب استقعدني استقعدني داري. حتى سوى طريق ثاني. يا ليل المنوبة دي، ايش المنوبة. تعال وفتح، تعال هاي. أول شيء تفتح الباب، أقدر أفتح. حيوان والله مشكل، أنا راضي أنهي الفيديو بس عشان إني ارتحت من واحد من دول الخايسين. شباب طبعا كنت شباب لما كنت ألعب في الجيم، خوي اتصل بيا وطلعوني من الجيم فما قدرت أكمل. بس شباب إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك، لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلون زر الجرس، برضو تضغطون لايك وتكتبوا لي أي تعليق عجبكم. وبس، على السلامة.